عشرات القتلى والجرحى بقصف إسرائيلي على محيط مستشفى الحريري ببيروت، وأوامر أخلاء جديدة لمناطق بالضاحية والجنوب. مسؤولون في الصحة اللبنانية يطالبون المجتمع الدولي بالتدخل لحماية المنشآت الطبية من الهجمات الإسرائيلية. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد ضرورة استغلال مقتل يحيى السنوار لإنهاء الصراع في قطاع غزة. الجيش الإسرائيلي يقصف بالمدفعية الثقيلة منطقة قرب الجولان السوري المحتل جنوبي غرب البلاد. بعد ساعات من استهداف في حي المزة، غارة إسرائيلية على محيط معبر المصنع الحدودي بين سوريا ولبنان. القوات الأمريكية في قاعدة كونيكو تقصف عدة مواقع للفصائل التابعة لإيران بريف دير الزور شرقي سوريا. رئيس الوزراء العراقي يعلن تصفية ما يسمى والي العراق بتنظيم داعش الإرهابي بضربة جوية في محافظة صلاح الدين.